هنخش دلوقتي في الباب الثاني اللي هو استنزاف الموارد البيئية. يلا بينا. الباب الثاني في الجزء بتاع العلوم البيئة اللي هو استنزاف الموارد البيئية سهل جدا، بس انا عايز اطلب منكم طلب في الباب ده بالاخص، ولو سمحتوا اعملوا اللي انا هقوله دلوقتي. الباب السابع اللي هو الباب الثاني معاكم كتاب المفاهيم. الباب ده هيبقى عليه تقريبا حوالي 4 لـ5 أسئلة بالكتير قوي في الامتحان. لو سمحت اي سؤال في الباب السابع عرفت ان هو باب سابع ما تحلوش من غير كتاب المفاهيم، لان نسبه الخطا في الباب اللهبل ده عاليه، لان الكلام كله شبه بعض. فلو سمحت اي سؤال باب سابع تروح لقيته بيكلمك الراعي الجائر، خلاص انا عارف انه باينه في السؤال ان هو بيتكلم على راعي جائر، باينه في السؤال ان هو بيتكلم على استنزاف تربه، يعني انا حتى لو كده مش هقعد الف في الباب رايح جاي، ما هو باين قوي بيسال على انهي حته. فالراجل بيتكلم على تجريف التربه، هروح رايح فاتح الربع سطر بتاع تجريف التربه وباصص الكلمه دي اتقالت هنا، الكلمه دي اتقالت هنا، لان في متشابهات كتير جدا في الباب السابع ده، وفي حاجات انت حاسس ان هو كلام منطقي بس ما اتقالش هنا. طب ايه الحل؟ الحل ان انا اشوف اتقال ولا ما اتقالش، فافتح كتاب المفاهيم واحل منه. لو سمحتوا الباب السابع بالذات نركز فيه في النقطه دي. الباب السابع على الرغم من عته ده الا احنا مقسمينه 16 فكره. 16 فكرة بتبتدي معاك بالموارد المتجددة والغير متجددة، بعد كده الزراعات وحيدة المحصول، بعد كده الأسمدة، المبيدات، القطع الجائر للأشجار، التجريف والزحف العمراني، وبعد كده الرعي الجائر، ثاني أكسيد الكربون. تقول لي الباب ده ما فيهوش ثاني أكسيد الكربون أساسا، قلت لك أنا مش بشرح توبكس، أنا بشرح أفكار. في فكرة على ثاني أكسيد الكربون هو فرحان بيها وعمال يجيبها، فأخدناها درسناها. طيب نسب الاستهلاك بتاعة الموارد دي، وبعد كده الانتاج الزراعي، بعد كده البتروكيماويات، بعد كده الصيد الجائر، اسباب الاستنزاف، علاج الاسباب دي بقى، واخر حاجه عندي هي الايه البدائل، وبعد كده الوقود الحفري. يلا نعدي عليهم ونشوف الدنيا هتمشي فيهم ازاي. اول فكره عندك هي الموارد البيئيه و120%، يعني هو كده كده لازم يسالك على الباب ذات نفسه بيتكلم عن ايه. طيب المفهوم بتاع الموارد، وخلي بالك انا لما جيت كلمتك عن الموارد قلت لك الموارد البيئيه، لو قلت متجدده لسه ولا غير متجدده، معنى كده ان الموارد الطبيعيه او الموارد البيئيه هي مفهوم الموارد ذات نفسها، وقلنا دي الحاجات اللي موجوده حواليك في الطبيعه لا دخل لك انت كانسان في وجودها او يعني في خلقها، يعني ربنا سبحانه وتعالى اوجدها لك في الطبيعه فانت بتتعامل بيها، معنى كده ماليش علاقه بيها، لا ليك علاقه، انت بتستخدمها في اكلك، في شربك، في مسكنك، في ملبسك، انت بتستغل الموارد دي، بس مش انت اللي اوجدتها. فده كده مفهوم الموارد البيئيه او الموارد الطبيعيه. طيب عندك الامثله بتاعتك بقى اللي هو الحوارين اللي احنا قلنا عنهم دول، الموارد المتجدده والغير ايه؟ والغير متجدده. طب ليه دي متجدده يا عم الحاج؟ وخلي بالك انا بقول لك المتجدده مش الدائمه. يعني لما تلاقي لي اجابه فيها كلمه الموارد الدائمه، الاجابه دي غلط، انا ما بتعاملش مع حاجه اسمها موارد دائمه، انا بتعامل مع حاجه اسمها مورد متجدد. وهو متجدد لأن له القدرة على الدخول في دورات. المية متجددة ليه؟ لأن هي بتدخل في دورات تبخير وتكثيف وتنزل لك على شكل أمطار، دي اسمها دورة. تمام؟ التربة متجددة ليه؟ عشان فيها دورة عناصر. تمام؟ الصيد متجدد ليه؟ اللي هو الكائنات يعني متجددة ليه؟ عشان فيها دورة تكاثر. فكل الكائنات أو الموارد المتجددة اسمها موارد متجددة لأن هي عندها القدرة إن هي تخش في دورات وتعيد تكاثرها وتعيد إيه؟ تجددها من أول وجديد. هل ده معناه إن هي ما بتخلصش؟ لا، هي ممكن تستنزف. تستنزف وممكن تنقرض كمان بفعل الاستخدام غير السوي للإنسان. هو مورد عنده القدرة يخش في دورات بس أنت قادر تجيب أجله. طب والموارد الغير متجددة، من اسمها غير متجددة، يعني معنى كده ان هي موجودة بكميات معينة وهتخلص. تقول لي بره عني دي، هقول لك لا ليك برضو، تخلص بسرعة او تخلص على مهلها، يعني وقت طويل، تخلص عاجلا ام اجلا، يا دلوقتي يا اما تخلص بعدين، بس هي هتخلص. طب مين اللي متحكم في عاجلا واجلا؟ انت برضو على حسب استهلاكك. فاحنا النهاردة جايين نتكلم على الحتة بتاعت معدلات الاستنزاف، هنا بتتم ازاي وهنا بتتم ازاي. تعال نشوف الاسئله كانت بتيجي على النقطه دي. السؤال الاولاني يونيو 21 في التجريبي بيقول لك الموارد البيئيه هي التي، وخلي بالك البيئيه الطبيعيه الاثنين نفس المعنى، فما تسحلش دماغك في حاجات مالهاش لازمه. طيب سواء بيئيه او طبيعيه، خلي بالك برضو ما قالش متجدده وغير متجدده، فالراجل بيسالك في المطلق الموارد البيئيه او الموارد الطبيعيه هي الحاجات اللي ربنا اوجدها لك في حياتك وانت مالكش دخل في وجودها،
بس بتعتمد عليها. فانت عندك شقين للإجابة، لا دخل للإنسان وجودها ولا يعتمد عليها، لا هو بيعتمد عليها. صنعها الإنسان، لا يعتمد عليها الإنسان ولا يتدخل في وجودها، ماشي يعتمد عليها ويتدخل، لا. يبقى هنروح للإجابة التالتة. طيب أي الموارد البيئية؟ وركز برضو تاني، قالك البيئية يعني سابها لك مفتوحة، ما قالكش متجددة وغير متجددة، هو في المطلق. شوف انت بقى هي ايه. اي الموارد البيئية التالية يحتاج ملايين السنين لتكوينه مرة اخرى؟ ملايين السنين، الاف السنين، عشرات السنين، اربع ايام، المهم ان هو هيخلص ومحتاج يتجدد تاني. معنى كده ان هو غير متجدد، محتاج ملايين السنين عشان يتجدد. هتقولي طب ما هو بيتجدد اهو، ملايين السنين يعني هيتجدد اهو. هقولك انت كانسان كبشر عمرنا قد ايه في الكوكب؟ الفحم والبترول والغاز الطبيعي دول عشان يعاد تكوينهم تاني محتاجين ملايين السنين. الله اعلم احنا مكملين اساسا اربع ايام كمان ولا لا. فاهم؟ فانت بالنسبه لك دي كده مورد غير متجدد. مين هنا بقى؟ اهي المواد الهيدروكربونيه، البترول والغاز والكلام ده كله. طيب المحاصيل الزراعيه تخش في دورات، المياه بتخش في دورات، الحيوانات بتخش في دورات تكاثر. اذا كل دولت بالنسبه لك بيدخلوا في دورات، اذا كل دولت بالنسبه لك بيتجددوا وبمعدل سريع، مش محتاجين ملايين السنين. فبقى ان هو بيتجدد بمعدل سريع يعني بيدخل في دورات، يبقى دي كده ايه؟ تعتبر موارد متجدده. طيب التجريبي بتاع السنه دي بيقول لك الموارد نفس الفكره، نفس الفكره. الموارد التي يلزم لتكوينها ملايين السنين في بطن الارض، يبقى غير متجدده اللي هو البترول، يعني مصيره هيخلص، يعني موجود بكميات محدده. يبقى ستختفي عند تعامل الانسان معها بشكل غير سوي، ايوه. تظل متوفرة ما لم يتسبب الإنسان في اختفائها، ما هي متاحة. بس خليها لن تختفي سواء تعامل، لا أكيد كده هتختفي. تظل متوفرة لقدرتها على التجدد، لا ده هي غير متجددة. فهي الفكرة بقى، ستختفي عند تعامل الإنسان معها بشكل غير سوي، ولا تظل متوفرة ما لم يتسبب الإنسان في اختفائها. الحتة التانية دي أو الجملة التانية دي تنطبق على الموارد المتجددة. طول ما الانسان ما افترش عليها فهي هتفضل تجدد نفسها وتخش في دورات، فالحياه ماشيه. انما انا هنا بكلمك على مورد غير متجدد. يعني ايه؟ فاكر الجمله اللي انا قلتها لك؟ عاجلا ام اجلا هيخلص، عاجلا ام اجلا هيختفي. فاهم؟ فانت هتروح للاجابه الاولى وانت ضميرك مرتاح. ماشي نكمل دور اول 21. ما الذي يتعارض يعني ايه؟ يعني غلط، يعني مش عايزينه. من الامثله التاليه مع الموارد المتجدده، يتعارض مع المتجدده، يبقى انت بتدور على غير متجدده. يبقى مين في دولت غير متجدده؟ كائنات ميه، كلهم بيخشوا في دورات، يعني كلهم متجددين. المواد الهيدروكربونيه السائله البترول، يعني يبقى هو ده اللي غير متجدد. ما الذي يميز البترول عن التربة كمورد بيئي؟ البترول ده غير متجدد، إنما التربة ده متجدد. فاكر ما الذي يميز الأهلي عن الزمالك؟ يبقى بيميز البترول عن التربة. يبقى أنا بسألك عن البترول مش بسألك عن التربة. يبقى أنت هنا هتشوف لي صفة من صفات البترول، الانتهاء بالاستهلاك. خلاص؟ طيب طبعا الاستمرارية بالاستهلاك دي، ده لو هو متجدد فيخش في دورات، ده مع ايه؟ مع ترشيد الاستهلاك، مش استهلاك عمال على بطال. طيب الباب السابع عندي الفكره الثانيه فيه الزراعات وحيده المحصول، واتقالت بنسبه 40%، يعني تقريبا جت مرتين قبل كده. طيب الفكره في الزراعات وحيده المحصول ان هي بتنهك التربه، وده اللي انا بحكي فيه. كلمات معينه في الباب السابع اتقالت في اماكن معينه. فاهم؟ لما يجي يقول لك انهاك التربه، يعني ايه التربه منهكه؟ انت ذات نفسك لما تقعد فتره مثلا ما بحسس بخمول، تروح تكشف يقول لك لا ده انت عايز بي 12. ليه؟ جسمك ناقصه فيتامينات معينه، في عناصر معينه مش موجوده في جسمك فحسسك بخمول وهمدان ومش عارف ايه، انت منهك. نفس الكلام في التربه، التربه بتاخد عناصر من التحلل بتاعت الكائنات اللي كانت عايشه فيها، او من الاسمده العضويه اللي انت بتديها لها. فقمت انت رحت عامل ايه؟ عمال تزرع في نفس ام المحصول كل سنه لمده سنين متتاليه، خمس سنين وست سنين ورا بعض بتزرع بطاطس. طب ما انت البطاطس دي بتسحب العناصر، نفس العناصر من التربه كل شويه. فبتوصل لمرحله ان العناصر دي اللي بتسحبها البطاطس هتخلص من التربه. فالتربه يحصل لها ايه؟ نقص في العناصر دي. وبالتالي تصاب بانهاك. ما تبقاش قادره تديك محصول تاني.
خلاص، فيبتدي يضعف الانتاج بتاع ايه التربه دي مع مرور الزمن، فيقل المحصول مع مرور الزمن، مش قادره تدي محصول. طيب الحل بتاعها ان انت تزرع بدورات زراعيه، ما تقعدش كل شويه تزرع لي بطاطس، بدل، شوف دورات زراعيه ودخل المحصول ده في دورات زراعيه. طيب نشوف الاسئله. يونيو 21 وجايب لك هنا اهو، اهي بطاطس اهي. ادرس الرسم البياني المقابل ثم استنتج ما سبب انخفاض كميه المحصول من سي لبي. يعني ليه المحصول هنا كان عالي، كان اللي بيديني انتاج من البطاطس كتير، ووصلنا عند السي ان انتاج البطاطس بيقل، ده على مدار سنين معين. واخد بالك الزمن بيزيد، فانت كنت هنا بتدي محصول كبير، هنا المحصول قل كميته. ليه؟ عشان انت كل شويه تزرع بطاطس 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 بطاطس. اذا انت هنا عملت ايه؟ انهاك للتربه من خلال تركيزك على زراعه محصول واحد لفتره زمنيه طويله. دورينا بقى على حاجه في المعنى ده. هي اول حاجه اساسا زراعه البطاطس لسنوات ايه؟ متتاليه. يبقى انت هنا عملت زراعات وحيده المحصول ادت الى نقص العناصر في التربه، ادى الى انهاك التربه، فقلل لك من الانتاج بتاع التربه دي. الفكره الثالثه هي الاسمده، ونسبه تواجدها كانت 40%. طيب في الاسمده عندك نوعين، سماد كيماوي وسماد عضوي. السماد الكيماوي يعمل ايه؟ يدمر لك التربه. السماد العضوي يعمل ايه؟ ينشط الكائنات الحيه اللي في التربه ويكسبها خصائص مرغوبه. ينشط الكائنات الحيه اللي في التربه ويكسبها خصائص مرغوبه. الاسمده الكيماويه تعمل ايه؟ تبوظ لك التربه. حلو. طيب خلاص، يبقى احنا خلاص توقفنا هنا على الحتتين دولت. تعمل ايه دي؟ الصفات المرغوبة، بتوفر لي صفات مرغوبة، تنشط الكائنات او عمل الكائنات الحية في التربة. الله يرضى عليك، ركز. خلاص. طب الاسمدة الكيماوية تعمل ايه؟ تعمل لك عكس الكلام ده. طيب تعال نشوف في تجريبي يوني، يقول لك استخدام الانسان لسماد نترات الكالسيوم الكيميائي. يبقى هنا سماد وكيميائي، ده يعمل لك ايه؟ ينشط ديدان الارض؟ لا، احنا قلنا اللي بينشط الكائنات الحيه في التربه هو الاسمده العضويه، فدي اوت. قله خصوبه التربه طالما حاجه مؤذيه قشطه. طيب تجريف التربه اكيد لا. هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك لان التجريف غير الانجراف. التجريف فعل بشري والانجراف فعل طبيعي. يعني عارف لو جاب لك سؤال ويقول لك مين بيحصل بمعدلات اكبر، هتقول له التجريف. تأثير البشر أسرع من تأثير الطبيعة. تخيل الطبيعة عشان تشيل لك سطح التربة محتاجة سنين في التجوية والتعريق، إنما الإنسان ممكن في يومين هو بيشيل التربة كلها أساسا. فالتجريف اللي هو الفعل البشري بيحصل بمعدل أسرع من الإنجراف اللي هو الفعل الطبيعي. خلاص. طيب يبقى دي كده إيه؟ أوت. هل بقى إنجراف التربة ولا قلة خصوبة التربة؟ وهنا يجي أهمية كتاب المفاهيم. طيب في كتاب المفاهيم الكلام مذكور بالنص كده، بالنص كده. قصاد ايه؟ بس هتلاقيه يقول لك ايه؟ الزراعات وحيده المحصول، نقص عناصر، وايه بقى؟ وانهاك التربه. يجي لك في حته الاسمده الكيماويه يقول لك هتؤدي الى ايه؟ انجراف التربه. يجي لك في حته المبيدات الحشريه، ده الحشرات الضاره والنافعه. فكل حته تلاقي معاها بقين كده لازمين وخاصين بيها. فقله خصوبه التربه، التربة خصوبتها تقل لما العناصر تنقص، ونقص العناصر ده في الزراعات وحيدة المحصول. شفت فرقت معايا ازاي؟ على عكس انجراف التربة، ده كان بسبب الأسمدة الكيماوية. كتاب المفاهيم لو سمحتوا. طيب دور أول 21، يؤدي عدم استخدام الأسمدة العضوية إلى إيه؟ كأني بقول لك هيؤدي استخدام الأسمدة الكيميائية الى ايه؟ نفس المعنى. طيب الاسمده لسه قايلين انجراف التربه، ايوه انا عايز حاجه في المعنى ده اهي. ثانيه واحده، تعرض التربه الزراعيه للانجراف. خلاص. لو انت مشيت من غير ما تشوف عدم كنت اخترت اول واحده وخلصنا ولبست. لا، فركز لو سمحت، وقلت لك اي حاجه فيها نفي لا ليس ما عدا عدم، اي بروزها لي كده، بروزها عشان عينك تفضل شايفاها دايما. طيب الفكره اربعه عندك المبيدات الحشريه، والمبيدات الحشرية هنا فيها شقين، شق بتاع الحشرات الضارة والنافعة، والشق الثاني بتاع التلوث التربة. وركز معايا عشان فيها ايه؟ سيكونس برضه. الحشرات الضارة والنافعة طبيعيا كده ربنا خالقهم
في توازن بيولوجي. يعني انت كانسان لو قعدت على جنب وسبت الدنيا ماشيه لوحدها هتلاقي الحشرات النافعه بتتغذى على الحشرات الضاره وفي توازن بيولوجي في الارض والحياه ماشيه. لكن لما انت جيت رشيت مبيد حشري، المبيد لا بيفرق ما بين ضاره ولا ما بين نافعه، فبيدوس في كله. فلما كله يموت الحشرات الضاره اللي كانت بتتغذى عليها الحشرات النافعه، طب ما النافعه ماتت، تقوم الضاره ايه؟ تزدهر، تاخد راحتها، فتنتشر الحشرات الضاره ومع مرور الزمن تتحول الى افات زراعيه. طيب دي اول حته، تلوث التربه. بص يا سيدي، لما انت بترش مبيد حشري انت بترش سائل على الزرع، فبينزل على الورق بتاع الزرع وفي بعض منه بينزل على التربه، فيعمل ايه مع التربه؟ يختلط مع التربه، يروح ملوث التربه. طب التربه دي فيها ديدان، تقوم يعمل لك ايه؟ يموت ديدان الارض. ما تموت، لا يا حبيبي ما ينفعش، لان ديدان الارض كانت بتعمل تهويه للتربه، يعني عماله تحفر في التربه وتفككها فبتعمل لها تهويه، والتهويه دي كانت بتدخل النيتروجين في التربه علشان البكتيريا العقديه اللي كانت قاعده في التربه دي قاعده مستنيه النيتروجين ده عشان تعمله فيكسيشن، عشان تثبته في الايه؟ في التربه. فانت دلوقتي قفلت الحوار من بابه، الديدان ماتت فما بقاش فيه تهويه، ما بقاش فيه نيتروجين بيجي، فالبكتيريا العقديه مش لاقي حاجه تثبتها لك في الارض، فتفقد البكتيريا العقديه خصائصها. شكرا. سيكونس من الاحداث. طيب نشوف الاسئله. بيقول لك استخدام مركبات كيميائيه سامه، وخلي بالك لما يجي يقول لك مركبات كيميائيه يبقى دي مبيدات. لو عايز يقول لك اسمده هيقول لك اسمده، مش هيتكسف منك. فمركبات كيميائيه يبقى دي كده المبيدات للقضاء على الحشرات. طبعا انت ممكن تعرفها من الحشرات لوحدها بس قشطه. يعني يؤدي الى ايه؟ تناقص الضاره، لا ده الضاره هتزيد. تناقص النافعه، ايوه. زياده بص يعني ايه؟ اي حاجه حلوه فكك منها، زياده خصوبه التربه، زياده الحشرات النافعه، لا طبعا. فهنروح للاجابه الثانيه. كثره استخدام المبيدات الحشريه يعمل على ايه؟ المبيدات الحشريه بتعمل على ان الضاره تزيد والنافعه تقل، ده في جانب الضاره والنافعه. طيب تعال نشوف. هلاك الكائنات الحيه في التربه، ماشي، ما هي تموت لك ديدان التربه والكلام ده كله. زياده الحشرات النافعه، لا زياده الضره. زياده نيتروجين التربه، لا، لان انت موتت الديدان اساسا اللي بتوفر النيتروجين، فانت زي ما قلت لك قفلت الباب من اولها، فلا. القضاء على الحشرات الضاره نهائيا، بالعكس دي هتزيد وتتحول لافات، فدي برضو لا. فهنرجع للنقطه الرابعه. طيب الفكره بعد كده، الخمسه قطع الجائر للاشجار، وهنا 20% يعني جت مره. طيب افكرك بالاشجار، ان انا اتكلمت على الشجر في حتتين، اهميه الشجر واضرار القطع. اضرار القطع كان عندك شويه اضرار كده ورا بعض هتلاقيهم مكتوبين بالنص في كتاب المفاهيم، فزي ما قلت لك الحوارات دي خليك في كتاب المفاهيم. طيب اهميه الشجر، عايزك بس تركز في فرق ما بين الشجر في المناطق الصناعيه والشجر في الصناعه. اهميه الشجر في المناطق الصناعيه، شغال فلتر بينقي الجو. اهميه الشجر في الصناعه، ان انت كنت بتاخد الاشجار اللي في الغابات دي وبتستخرج منها او بتاخد منها السليلوز والخشب وبتستخدمه في صناعه الورق والكلام ده كله. فدي كده اهميه في الصناعه وليست في المناطق الصناعيه. طب الاهميه في الزراعه، او سوري في المناطق الزراعيه، طبعا غير حوار الفلتر، ان انت كانت بتوفر لك الظل والخشب وكانت بتعمل كمصدات للرياح والسيول. والحته دي انا ما اعرفش ممكن يربطها ازاي، بس لو ربطها يبقى صايع بصراحه. ممكن يربطها لك بالباب الخامس. لما جيت في الباب الخامس كلمتك على الرياح كعوامل نقل وعلى السيول، وقلت لك الرياح والسيول اشد تاثير ليهم في الصحراء. عارف ليه؟ عشان الصحراء ما فيهاش اشجار، وبالتالي ما فيش غطاء يمنع او ما فيش مصدات للرياح والسيول، فيظهر تاثيرهم قوي جدا في المناطق الصحراويه. طيب من ضمن الحاجات المهمه في الغابات الدبال، وقلت لك الدبال ده هو الاوراق او المواد العضويه اللي لما سقطت من الاشجار وتحللت في التربه فرجعت لها العناصر تاني، فالدبال بيساعد على خصوبه التربه. طبعا واضرار القطع زي ما قلت لك كلها موجوده، طبعا من احتباس حراري لدمار النظام الايكولوجي لتشرد وانقراض الحيوانات للكلام ده كله، وان الغابات
اللي فيها الشجر دي هي اكثر الانظمه البريه استقرارا، فيوم ما انت تروح تقضي عليها يبقى انت بتدمر اكثر نظام بيئي مستقر. الدور الثاني السنه اللي فاتت جايب لك معدل استنزاف الغابات، سنه 1960 كان المعدل قليل، وبعد كده في 1980 الدنيا ضربت مننا، وبعد كده رجعنا نلم نفسنا تاني لغايه 2020، يعني من 3 سنين. طيب الشكل المقابل يوضح التغير في معدل استنزاف الغابات في العالم تنبأ، ما المشكله البيئيه الناتجه عن استنزاف الغابات؟ يعني هو جايب لي الجراف ده منظره من الاخر، يعني شيله ارميه مش عايزينه. ما المشكله الناتجه عن استنزاف الغابات؟ طيب الزحف العمراني بره عنك، انقراض 45 نوع من الطيور دي في الصيد الجائر، نقص الوقود الحفري بره عننا كلنا، تشرد الحيوانات. هتقول لي ايه علاقه الغابات بتشرد الحيوانات؟ ما هو ده اللي انا حكيت لك فيه بقى في كتاب المفاهيم. هتلاقيه كاتب لك ان الغابات تمثل مأوى للحيوانات. طب انت رحت قطعت المأوى بتاع الحيوانات، طب ما هم هيتشردوا وممكن كمان توصل لانقراض الحيوانات، يبقى انت الاجابه بتاعتك هتبقى تشرد الحيوانات. الفكره 6 التجريف والزحف العمراني والاثنين، ها والفكره دي انا هربطها لك بجملتين مستخبين في الدكن كده وسط المعلومات بتاعت الكتاب. في حته بيقول لك فيها الجانب السلبي للسد العالي، وفي نقطه ثانيه كان بيقول لك الجانب الايجابي للسد العالي. الجانب السلبي للسد العالي ان هو ساعد على ظهور الاثر السلبي لعمليه التجريف. زمان كانت الناس بتجرف، بيشيلوا سطح التربه ويعملوا منه طوب، بس كانت الدنيا مستخبيه ليه؟ لان كان يحصل فيضان يقوم جايب لك الطمي معوض لك اللي اتشال ده. من ساعه ما بنيت السد العالي والطمي والطين كله بقى بيتخزن ورا السد، فده ابتدى يظهر الاثر الخطير جدا لعمليه الايه؟ التجريف، وبالتالي السد العالي منع التجدد اللي كان بيحصل في التربه ده. فدي النقطه. طيب الجانب الايجابي للسد ايه هو؟ الميه اللي عماله تتخزن ورا السد والمعادن الطميه والمواد الخصبه اللي عماله تتخزن ورا السد دي، احنا قدرنا نشق بيها قنوات وترع ونستصلح اراضي زراعيه في الصحراء عشان نزود الرقعة الزراعية في البلد ونوفر الأمن الغذائي بتاع البلد. بس يا فرحة ما تمت، أنا عمال أستصلح هناك وحضرتك عمال تعمل لي زحف عمراني هنا. فاللي عمله السد وظهر كأنه جانب إيجابي ما لحقناش نستفيد منه لأن الزحف بوظه. يبقى الجانب الإيجابي للسد وإن استصلحنا أراضي، طب ليه ما استفدناش بالجانب الإيجابي ده؟ عشان الإنسان عمل زحف عمراني. طب الجانب السلبي للسد إن هو أظهر لك مدى خطورة مشكلة التجريف لأن التربة ما بقتش بتتجدد. طيب الدور الثاني، ويبص السؤال ده، السؤال ده هذا اللي أنا بحكي فيه بقى. الباب السابع عبيط بس الأسئلة بتاعته، بص، التوسع في إقامة مصانع المسبوكات المعدنية، مصنع يعني بيعمل حاجات معدنية، التي تعمل بالغاز الطبيعي في مناطق صحراوية، ده علاج لمشكلة إيه يا ترى؟ أنت ما أنتش عارف أنت عايز إيه؟ يعني أنا لما أروح أعمل مصانع في الصحراء علشان اعمل مسبوكات معدنية بالغاز الطبيعي، هل ده بيعالج مشكلة الوقود الحفري؟ ما تقوليش اصل الغاز الطبيعي مش مضر زي يا حبيبي، بترول، غاز، فحم، كلهم اسمهم وقود حفري وكلهم بيخشوا تحت بند الاستنزاف. فانا انا بعمل مصنع شغال بالغاز الطبيعي، اكيد مش بعالج الوقود الحفري، ما انا بستخدمه، يبقى دي اوت خلاص، يبقى بنعالج المعادن. ازاي وانت رايح تعمل مصنع بتاع معادن اساسا؟ ده انت رايح تعمل مصنع مسبوكات معدنيه، يعني انت رايح تجيب تعمل مصنع تجيب المعادن وتصنعها، اللي هو اساسا المعادن اللي بتخلص، وعمال اقول لك شوف بدايل استخدمها بدل المعادن، لا انا هجيب المعادن واصنعها. فانت اكيد مش بتعالج مشكله المعادن، فدي اوت خلاص. يبقى بنعالج مشكله اللدائن. يا ابني ما هي اللدائن دي البديل بتاع المعادن، وانت اساسا بتستخدم المعادن، يعني انت مثلا انت ما جيتش قلت لي انا عايز استخدم معادن بس صعبان عليا البيئه والله، طب ايه الحل؟ هروح استخدم لدائن؟ لا، ده انت ضربت البيئه بالجزمه وضربت الموارد بالجزمه ورحت استخدمت المعادن على طول، فاكيد ملهاش علاقه باللدائن. هتقول لي يعني هي ليها علاقه بالتربه الزراعيه؟ ما هي دي الفكره بقى، شوف اللفه جابها لك منين. انت رحت عملت المصانع دي في الصحراء، اشمعنى؟ بدل ما اعملها على الارض الزراعيه في المناطق السكنيه اللي متلقحه في كل حته. من الاخر كده يعني، بدل ما تعمل لي زحف عمراني على الارض، رحت توسعت وبنيت في الصحراء. تبني اللي تبنيه بقى هناك، مصانع مسبوكات، مصانع منسوجات، تبني اللي تبنيه مش فارقه معايا. فانت هنا بتعالج على استنزاف التربه الزراعيه، عشان كده قلت لك ما تستعجلش
وطير اجابات باجابات باجابات وانت مقتنع باللي انت بتطيره بدل ما تطير انت. بعد كده الرعي الجائر. طيب الرعي الجائر انا عايزك تتكلم فيه على حتتين، الرعي الجائر والرعي المنظم، والحوار هنا بمعدلات الاستهلاك. انا دلوقتي عندي حيوانات بتاكل في مرعى طبيعي، الحيوانات دي بتاكل بمعدل والاعشاب بتنمو بمعدل. لو الاستهلاك بتاع الحيوانات اكبر واكتر من معدل النمو ده رعي جائر، معنى كده ان هم عمالين ياكلوا والاعشاب مش لاحقه تنمو، فهتوصل لمرحله ان المنطقه مش هيبقى فيها اعشاب، فده رعي جائر. انما الرعي المنظم ان الاستهلاك بتاع الحيوانات يكون اقل من النمو، الحيوانات بتاكل والاعشاب بتنمو بس الاعشاب عماله تنمو بمعدل اكبر من اللي الحيوانات تستهلكه، فالحيوانات تستهلك براحتها كده كده الاعشاب ايه بتنمو والمنطقه هتفضل خضره، فرحت مسميه رعي ايه منظم. طيب وما تنساش حته بتاعت ان الرعي في مناطق الاعشاب يخلي الاعشاب الغير مستساغه هي اللي تسيطر، وان الرعي في مناطق الاشجار هيخلي التنافس على الميه يقل، ما هو مفيش اعشاب الاعشاب اتاكلت، فتقوم الميه كلها تروح للشجر فيزيد بقى حجم الشجر ويزيد عدده والكلام ده كله. الدور الاول السنه اللي قبل اللي فاتت، اي الاعمده المقابله يوضح العلاقه الصحيحه للرعي الجائر. اهي هنا بقى قال لي رعي جائر، وبدل ما يقولها لك لفظيا جابها لك جراف وقال لك الاورنج ده رمز بتاع نمو الاعشاب وده استهلاك الايه الاعشاب. طب انت عايز مين؟ انا عايز رعي جائر. طب انا عارف ان الرعي الجائر الاستهلاك فيه اكبر من النمو، يعني انا هروح ادور هنا في الجراف ده على عمودين، عمود الاستهلاك اللي هو الاخضر يكون كبير مقارنة بعمود النمو اللي هو الاورنج. انا حددت انا عايز ايه من قبل ما اروح. طيب دور لي بقى الحوار ده، انا عايز الاخضر اللي هو الاستهلاك اكبر من الاورنج، هتلاقي هنا في الدي، يبقى ده كده هو ده الرعي الجائر بتاعك. طيب ثاني اكسيد الكربون، ودي فكره مهمه جدا 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 لان دي ربط ما بين كذا عنصر في الباب، تمام، ونسبه تواجد الفكره كانت حوالي 60%، يقدر يربطها لك مع القطع الجائر للاشجار، لان انت لما فاكر الحوار الفلتر، انت دلوقتي لما تقطع الشجر وانت بوظت الفلتر، فالسي او 2 اللي كان بيتاخد من الشجر ده مش هيتاخد، مش هيفضل في الجو، فازاي هتعمل احتباس حراري فتزود درجه الحراره ف سي او 2. طيب تاني حاجة عندك الموارد الغير متجددة، يقصد بيها ايه؟ الوقود الحفري عامة، ما انت عمال تحرق في وقود حفري فهيديك كربون، هيديك انبعاثات كربونية فيعمل لك سي او 2 فيزيد نسبة ثاني اكسيد الكربون. طيب برضو قبل ما نحل الاتنين دولت، ركز في الحتة دي عشان ممكن يجيبها لك بالشكل كالاتي، يعني انت عندك السي او 2 بيزيد فده بيؤدي لاحتباس حراري، الاحتباس الحراري ده يزود لك منسوب البحر، يعني يخلي مستوى سطح البحر يعلى، فلو جه كلمك على ارتفاع او زياده منسوب مستوى سطح البحر بشكل غير مباشر، يا ترى مين السبب في الحوار ده؟ هتقول له اه ده السي او 2 بشكل غير مباشر الشجر، بشكل مباشر الوقود الحفري، الوقود الحفري احرقه يطلع سي او 2 شكرا، انما الشجر قطعته فما بقاش يسحب السي او 2 فساعتها ابتدى يزيد السي او 2، فانت هنا بتتكلم على الاشجار تاثير غير مباشر، انما المعلم ده مساهم في الموضوع بقوته. طيب الدور الاول السنه اللي فاتت في نظام بيئي متزن، خد بالك من المتزن دي، ما النشاط البشري اكس الذي لا يحقق العلاقه البيانيه التاليه. طيب ادي النشاط، وخلي بالك من بشري، ها النشاط البشري اهو وارتفاع درجة الحرارة اهي، والاتنين علاقة طردية. خلاص؟ طيب معنى كده إن كل ما النشاط البشري ده كان بيزيد كل ما ارتفاع درجة الحرارة بتزيد، فهناخد البيانات اللي هنا واحدة واحدة ونجرب. هات لي القطع الجائر للأشجار، حطه هنا، طبعًا القطع الجائر نشاط بشري، ما أنت اللي بتروح تقطع الشجرة. فكل ما القطع الجائر للأشجار كان بيزيد كل ما ارتفاع الحرارة بتزيد، لأن السي أو 2 كان بيفضل في الجو، فدي بتحقق الحوار. خلي بالك أنا بدور على الذي لا يحقق المعادلة. فدي بتحقق يبقى مش عايزها. هات لي تجريف التربه الزراعيه. كل ما تجريف التربه الزراعيه يزيد المناخ المحلي في المنطقه بيتغير. لان النباتات ما بتبقاش موجوده، مفيش زرع، مفيش نباتات، وبالتالي ايه اللي هيحصل ساعتها؟ هتزيد نسبه الـ CO2 فهي هي ذا سيم، يبقى دي برضو بتسهم.
هات لي الصيد الجائر. كل ما الصيد الجائر يزيد، ايوه ايه اللي هيحصل؟ ماله مر درجه الحراره؟ هو حاجه مؤذيه اه بس مالهاش دعوه بدرجه الحراره، فدي فكسانه، خلينا نتاكد من الاخيره. هات لي الوقود الحفري، كل ما الوقود الحفري استخدامه يزيد اه فعلا ده يزعل لي درجه الحراره فعلا. اوكي خلاص، يبقى الذي لا يحقق المعادله دي هو الصيد الجائر. الدور الثاني 21، ما المورد البيئي؟ وقال لك المورد البيئي ما حددش متجدد ولا غير متجدد، الذي قد يتسبب استنزافه في ارتفاع درجة الحرارة بصورة غير مباشرة. وقلناها بصورة غير مباشرة، هو مش هدفه الاساسي ان هو يعلي درجة الحرارة، ده هو عشان ما امتصش السي او 2 فعليت درجة الحرارة، فده كده تأثير غير مباشر. وقلنا اللي هي حتة الايه؟ الاشجار اللي هي النباتات يعني. الدور الثاني السنه اللي فاتت، ما افضل الوسائل لعلاج مشكله الاحتباس الحراري؟ طيب طبعا انا هنا مديك سؤال مفتوح، فانت مفيش شرح، انت هنا المفروض تقرا الاجابات وتشوف مين اللي يمشي مع الكلام ده. اقامه المدن الصناعيه في مناطق صحراويه، هو اتبان الجمله حلوه بس انا مش مرتاح لها، عارف ليه؟ ما اصل انت لما تعمل المدن الصناعيه في مناطق صحراويه يعني ما فيهاش شجر، يعني هو انت بدل ما تخلي السي او 2 في المناطق اللي احنا عايشين فيها تخليها في الصحراء، ما هي هي على الكوكب كله، فالجمله دي مش حلوه. طيب استخدام سيارات كهربائيه، ايوه يبقى انا كده هبطل احرق وقود حفري، فماشي الجمله دي حلوه. اقامه الحواجز لحمايه الشواطئ من التاكل، انا عايز اعالج الاحتباس الحراري مش عايز اصيف، فالجمله دي اوت. مد شبكات الطرق والمرافق للمدن الجديده، مديت انت يا مديت الشبكات، ما زرعت الشجر ليه وانت بتمد الشبكات؟ انا مشكلتي في الحراره مش الحوار ده، انا مشكلتي ان مفيش اشجار تمتص السي او 2، فبرضه دي مش حلوه مش لطيفه. يبقى هنرجع لاستخدام الايه؟ السيارات. الفكره 9 نسب الاستهلاك والتواجد كان 40%، وانا هنا بتكلمك على ثلاث معادلات في الباب السابع وركز فيهم كويس جدا. اول معادله نصيب الفرد من المعادن، تاني معادله نصيب الفرد من الطاقه، تالت معادله الاستهلاك العالمي للطاقه. لما يجي يكلمك على نصيب الفرد من المعادن قول له ان هو بيساوي 3 في الزياده السكانيه. مصر بتزيد 5% كل سنه، انت كفرد نصيبك هيزيد قد ايه من المعادن؟ يبقى 3 في 5 15%. امريكا بتزيد 18% في السنه، او انت نصيبك مثلا كفرد في امريكا 18%، يبقى امريكا بتزيد كام زياده سكانيه؟ يبقى 18 على 3 يبقى هي 6%. فانت عندك 3 وادي طرفين المعادله، نصيب الفرد من المعادن والزياده السكانيه. عايز دي اضرب دي في دي، عايز دي اقسم دي على دي، هتوصل للي انت عايزه. طيب نصيب الفرد من الطاقه بيساوي، وركز كده، الرقم اللي هو مديهولك، الرقم زائد 3% من الرقم. يعني جيت قلت لك انت كفرد، فيقول لك هو مثلا الشعب الياباني او نصيب الفرد الياباني من الطاقه كام؟ 300 كيلو وات في السنه مثلا. خلاص الكلام ده امتى يا حاج؟ قال لك مثلا في 2020. طيب الراجل ده في 2021 يعني بعدها بسنه، ايه اللي هيحصل؟ نصيبه هيزيد 3%، فهروح رايح جايب ال 3% من ال 300، 3% من ال 300 9، وهروح جامعها عليها، يبقى الرقم اللي هو 300 زائد 3% من الرقم يعني 9 يبقى التوتال بتاعك كام؟ كمان في 2021 يبقى انت بتستهلك 309 كيلو وات في 2021 وتشتغل على الوضع ده. جميل؟ طيب الاستهلاك العالمي من الطاقة، وهنا بيكلمك بقى على استهلاك الكوكب كله، الكوكب كله عايش ازاي في حوار الطاقة ده؟ قال لك الكوكب يتضاعف يعني تضرب في 2، يتضاعف استهلاكه كل 10 سنين. فلو جه قال لك انت ككوكب في 2020 بتستهلك 100 وحدة طاقة، يبقى في 2040 هتستهلك كام؟ طب في 2030 نعملها الأول، اعملها انت بقى على جنب، ده هيتضاعف كمان 10 سنين يعني في 2030 هيبقى 200، وده هيتضاعف كمان 10 سنين يعني في 2040 هيبقى 400. قشطه، يبقى دي الثلاث معادلات بتوعنا. تعال نشوف في الدور الاول 21 بيقول لك اي الاعمده المقابله يوضح العلاقه بين نصيب الفرد من المعادن وعلاقته بالزياده السكانيه. والله اللي انا اعرفه ان الزياده السكانيه بتزود الاستهلاك بتاع المعادن، وان في علاقه ما بينهم، ان النصيب الفرد بيساوي 3
في الزياده السكانيه. خلاص طيب تعال نشوف. يبقى انا هنا المفروض احسبها ومديني هنا ريشيو اهي، الاحمر هو الزياده السكانيه. طيب الزياده السكانيه هنا 2%، فالمفروض نصيب الفرد يبقى 2 في 3 ب 6 عند الاربعه، يبقى دي غلط. هنا معدل الزياده السكانيه 3%، فالمفروض ان نصيب الفرد يبقى 3 في 3 ب 9 دي عند الاربعه برضه، يبقى دي غلط. طيب هنا معدل الزياده السكانيه 2%، فالمفروض ان نصيب الفرد 2 في 3 ب 6 عند السته، يبقى الجمله السي صح. نتاكد من الاخيره. طيب معدل الزياده السكانيه عند الواحد، فالمفروض ان نصيب الفرد 3 في 1 ب 3، يعني المفروض كانت تبقى هنا، لا هي عند الاربعه، يبقى دي برضو غلط. يبقى اللي بيحقق المعادله بتاعتنا هو الاجابه سي. طيب الدور الثاني 21 بيقول لك اذا كان معدل الاستهلاك العالمي، ده هو المثال بالظبط، اذا كان معدل الاستهلاك العالمي من الطاقه 100 وحده امتى؟ في 2020. يبقى في 24 هيبقى كام؟ 2020 100، 2030 يبقى 100 في 2 يعني 200، 2024 المفروض دي 2040 عشان هو بيتضاعف كل 10 سنين مش كل سنه، يبقى دي 2040. اكيد دي غلطه مطبعيه وهم بيكتبوا، يبقى دي 2040. يبقى انت في 2040 200 دي في 2، يبقى انت بتتكلم في 400 وحده ايه؟ طاقه. طيب الفكره العشرة هو الانتاج الزراعي، وانا هنا جايب الحاجات دي كافكار لان هي مش مرتبطه بنقطه معينه، في حاجات كتيره يعني حته الانتاج الزراعي ممكن يجيبها لك في التربه وممكن يجيبها لك في الري في الميه، هما الاثنين هياثروا على الانتاج الزراعي، لو مفيش مصادر ري متنوعه والميه عماله تقل هياثر على الانتاج الايه؟ الزراعي. طيب اسباب النقص هيبتدي يقول لك الكلام اللي انا حكيته لك ده، والعلاج، والعلاج مش ما تجيبش حاجه من دماغك، مش معنى ان الفكره مش مكتوبه نصا تروح تجيب لي حاجه من دماغك، هو في السؤال لو بيكلمك على ان اسباب نقص الانتاج الزراعي حوارات في التربه يبقى انت بتدور في الجزء بتاع التربه، حوارات في الميه يبقى انت بتدور في الجزء بتاع الميه، ما تفتيش الله يرضى عليك. طيب تعال نشوف تجريبي بتاع السنه دي، يرجع نقص الانتاج الزراعي لاستنزاف بعض الموارد البيئيه المتجدده. اذا انت قدامك اوبشنين، يا اما تربه يا اما ميه. حلو؟ طيب الرعي الجائر ملوش علاقه بالانتاج الزراعي، هتقول لي ازاي وهم بياكلوا النباتات؟ حبيبي بياكلوا النباتات من المراعي، مش بيخش ياكلوا النباتات المحاصيل الزراعيه، في فرق. تمام؟ يبقى دي اوت، احنا عملنا صح ليه؟ التوسع في زراعه الغابات، شايف الجمله دي؟ صايعه صايعه، خليها على جنب. استخدام الري بالغمر، هتقول لي اه الري بالغمر وحش، ايوه هو وحش عشان بيستنزف الميه بس مش هيأثر على الانتاج الزراعي، يأثر على الانتاج الزراعي لو انا مش لاقي اروي، انما انا بروي بالغمر فدي هي وحشه بس مش هي دي. التوسع في استخدام المبيدات، طيب استخدام المبيدات كان بيأثر على ايه؟ بيأثر على تلوث التربه، بيأثر على اسمه ايه؟ على اللي بيأثر على الحشرات الضارة والنافعة، فهو بيأثر على الاتنين دول، فخلينا دولت لأن مدرته الأكبر، واحدة تربة وواحدة التوسع في زراعة الغابات. طيب، ليه التوسع في زراعة الغابات سبتها على جنب؟ لأن في بعض الأسئلة يجي يقول لك إيه؟ هو أنا لو شلت الغابات وعملت مكانها أراضي زراعية، إيه رأيك في الحل ده؟ هقول له ده حل زي الزفت، هتقول لي ليه؟ هو أنا مش بزرع أراضي زراعية دي حاجة مفيدة؟ هو انت ليه بتحسب ان اكلك هو الهدف الاساسي؟ انا دلوقتي علشان اوفر ارض زراعيه دمرت الغابه، وانا قلت لك الغابه هي اكثر نظام بيئي مستقر، فما ينفعش تقول ان دي حاجه حلوه، بالعكس ده دي من الحاجات السلبيه. ان انت تتوسع في الزراعه او في الاراضي الزراعيه على حساب الغابات، هتقول لي طب ما هو هنا عاملها العكس، التوسع في زراعه الغابات على حساب الايه؟ الاراضي الزراعيه. لا هو ما قالش جبس، اولا ما جابش سيره الاراضي الزراعيه، ثانيا هو اساسا ما حدش عندنا في الكوكب بيتوسع في زراعه الايه؟ الغابات يعني. طيب فانت هتروح بقى الاخر في التوسع في استخدام المبيدات، اشمعنى؟ هياثر على جوده التربه، هياثر على التهويه بتاعه التربه، هياثر على الكائنات الحيه اللي في التربه، هياثر على الحشرات النافعه والضاره اللي في التربه، فبالتالي مع مرور الزمن هينقص الانتاج الايه؟ الزراعي. بس بالتحليل وبالمنطق كده. الدور الثاني 22 السنه اللي فاتت، ما الصناعه التي يمكن الاعتماد عليها في علاج مشكله تناقص المساحات اللازمه لزراعه محصول القمح؟ حوار لفه، تعال ناخدها تاتا تاتا. فاكر لما قلت لك
ازرع قطن. اه فاكر. طيب فاكر لما قلت لك ما تزرعش قطن؟ ايه ده ليه انت لسه قايل ازرع قطن؟ لا ما تزرعش احسن. اشمعنى؟ قال لك لان القطن بياخد مساحات كبيره، وبالتالي لو انت بطلت تزرع قطن ووفرت المساحات دي عشان تزرع حبوب، حبوب زي ايه؟ زي القمح مثلا، فانت هنا كده بتوفر ايه؟ امن غذائي للبلد. هتقولي طب ما انا محتاج القطن ده عشان الملابس والانسجه والكلام ده كله. ايه رايك تاخد بديل للقطن؟ ايه هو؟ قال لك الالياف الصناعيه. طب ودي هجيبها منين؟ من البترو كيماويات. طب ودي هتجيبها منين؟ من مشتقات البترول. شفت جات لك من القطن من البترول. فانا دلوقتي عايز اصنع حاجه توفر لي قمح، او انا قصدي اصنع حاجه اعتمد عليها عشان اقدر اوفر قمح. خلاص يبقى انا هوقف القطن شويه وازرع مكانه قمح، اديني وفرت قمح. طب والقطن؟ هروح اجيب الياف من البترول مكانه عشان امشي الدنيا. الفكره 11 البتروكيماويات ونسبه تواجدها 40%. هيكلمك عليها كاهميه، وهي ليها اهميتين، بيئيه واقتصاديه. بيئيه ليه؟ عشان هي ما بتلوثش زي بقيه الوقود الحفري. هي جايه من البترول بس هي احسن من البترول. البترول بيلوث، هي ما بتلوثش او بتلوث بمعدل قليل. البترول ليه اهميه اقتصاديه؟ اه بس دي ليه اهميه اقتصاديه اضعاف البترول. تمام. طيب تستخدم كبدائل للمعادن، وسيب لي حته البدائل دي انا عاملها كفكره لوحدها. تعال نشوف الاسئله اللي جت عليها ازاي. ما المورد الذي يحقق افضل استثمار لاحد مكونات القشر؟ انا لم اذكر لك الاستثمار والفائده الاقتصاديه الا في البتروكيماويات، عشان بس ما تقعدش تجتهد وايه وتفكر في حاجات من عندك. فانا من هنا عايز افضل استثمار اللي هو البتروكيماويات. بتروكيماويات بتيجي منين؟ من البترول بس. طيب اسمها مشتقات الصناعات، المشتقات البتروليه. طيب تجريبي السنه دي، استخدام البترول في البتروكيماويات افضل من استخدام كوقود. اشمعنى؟ لسببين، اقل في التلويث، اعلى في العائد الاقتصادي. دور لي على الجمله دي اهي، عائد مادي اعلى واقل في التلويث بتاع البيئه. طيب الفكره 12 الصيد الجائر 20%. طيب الصيد الجائر بغض النظر عن الارقام اللي اتقالت فيه والاسباب والكلام ده كله، ده في كتاب المفاهيم مش فارقه معايا. انا اللي يفرق معايا الحلول بتاعته، لان كان في حل في الصيد الجائر مهم جدا اللي هو بتاع ايه؟ المزارع السمكيه. وان الحل ده اتقال عندك في الصيد الجائر واتقال عندك في الرعي الجائر، لان انت مشكلتك في الرعي ان انت عايز ترعى الحيوانات عشان تاكل بروتين، وعايز مشكلتك في الصيد ان انت بتصطاد الحيوانات عشان تاكل بروتين. طب ما انت طالما البروتين عامل لك ازمه في حياتك، ايه رايك تاخد انواع مختلفه من البروتين زي الاسماك؟ ولو مش جايه معاك باسماك وطحالب وكلام من ده، استخدم الحاجات دي في ان انت تصنع منها اعلاف للحيوانات، وابقى اذبح بقى الحيوانات وخد منها بروتين. تمام. فهي الحلول بتاعتها هي اللي بتميز اهميه يعني. طيب كيف يمكنك الحد من النتائج السلبيه للافراط؟ يعني في نتائج سلبيه هتحد منها ازاي؟ يعني كانك بيقول لي العلاج بتاع الصيد الجائري هو ان انا اتوسع واعمل مزارع سمكيه والكلام ده كله. شوفها لي بقى دي فين. طبعا التوسع في انشاء مصانع لتعليب وحفظ الاسماك، التوسع في منح تراخيص الصيد، يعني انا عايز اعالج المشكله ادي الناس تراخيص اكتر، لا زياده اساطيل الصيد، شكرا على نبهتك، اقامه حواجز صناعيه امام الخلجان لتربيه الاسماك. يعني عارف لو مفيش بحيره انا هقفلها بحاجز واعملها بحيره واربي فيها سمك. اذا انت هنا بتقيم المزارع السمكيه وده اللي انت بتدور عليه. طيب الفكره 13 اسباب الاستنزاف، ودي فكره مهمه ونسبه ورودها 80%. اسباب الاستنزاف ان جنرال سواء على المتجدده والغير متجدده، عندك اسباب الاستنزاف في المعادن، اسباب الاستنزاف في الوقود الحفري. طيب الاثنين تقريبا، ثانية واحدة، الاثنين تقريبا هيروحوا معاك في نفس الأسباب، ألا وهي زيادة السكان والتقدم الصناعي، وخاصة في المعادن ذكر لك الاثنين دول، زيادة السكان والتقدم الصناعي. ولو جاب لك واحدة ومخبي الثانية اعرف ان هو هيسألك على الثانية. فاهم؟ التقدم الصناعي دي مستخبية وبسألك على زيادة السكان، اوكي لو سألك عليها لوحدها قشطة،
بس راعي ان الاتنين المفروض يتحركوا مع بعض. هنشوف في الاسئله. في تجريبي يونيو بيقول لك زياده عدد السكان والتقدم الصناعي، رشقهم لك في اول السؤال اهو، زياده عدد السكان والتقدم الصناعي ادى الى استنزاف كل ده ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ طب انا قايل لك ان الاوبشنين دولت بيأثروا على المعادن والوقود الحفري، فيأثروا على البترول والنحاس. وقود اهو، معادن اهي، ماشي. فحم وحديد وقود اهو، معادن اهي، ماشي. غاز طبيعي ووقود نووي كلها وقود اساسا فيأثر عليها، ماشي. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا دي طاقة متجددة فما يأثرش عليها الحوارات دي، فهي دي اللي ما عدا اللي انا عايزها. طيب الدور الثاني 21 بيقول لك استهلاك المعادن، وهنا بقى حته صياعه، استهلاك المعادن مع ثبات عدد السكان هيحصل له ايه؟ تقول لي المفروض يفضل زي ما هو بقى، ما هو السكان ثابتين فالمفروض ان الاستهلاك مش هيزيد. هو انت ليه ربطتها مع عدد السكان بس؟ مش انا قايل لك ان استهلاك المعادن مرتبط بعدد السكان ومرتبط بالصناعه؟ يا سيدي اذا كان عدد السكان ثابت التقدم الصناعي شغال، فده ما مش هيقف. فاذا كان عدد السكان ثابت ستيل الاستهلاك بتاع المعادن عمال يزيد، بس بسبب التقدم العلمي، لان ده هيخلي مجالات الصناعه اكتر فهيفضل الاستهلاك يزيد برضه. طيب الدور الثاني السنه اللي فاتت، ما السبب الذي يؤدي لاستنزاف المعادن؟ تحس ان هو كوبي بيست من الاسئله اللي قبله، بس ده ياكد اللي احنا بنحكي فيه، اسئله من سنين مختلفه وكلها بتخدم نفس الفكره. طيب اللي يؤدي لاستخدام الاستنزاف المعادن ايه؟ زياده سكانيه، تقدم صناعي، زياده سكانيه اهي، خلاص يبقى هي دي الفكره. 14 علاج الاستنزاف، وبرده دي فكره مهمه جدا ونسبه ورودها 80%. انا هنا بقى اعمل لك حركه، يعني عايزك تتمعن في هذه السلايد شويه كده عشان مفيده جدا جدا جدا، وهتوفر عليك مجهود كبير قوي في الباب السابع. انت في الباب السابع عندك قلق وعندك استنزاف للموارد بشكل كبير جدا. طب ما هو كل مورد كان ليه بدائل اقدر استخدمها عشان اوفر المورد ده. مثلا المعادن قلت لك تقدر تستخدم البتروكيماويات عشان تعمل اللدائن، يبقى ده كده اسمه ايه؟ استخدام بدائل للمعادن. قلت لك تقدر تستخدم الفلسبار عشان تعمل الخزف والاواني بتاعت الطهي والكلام ده كله بدلا من المعادن النحاس والالومنيوم وكده، يبقى ده اسمه ايه؟ استخدام بدائل. عندك مشكله في الوقود الحفري، طب ما تستخدم الفحم، بيلوث البيئه. بره عني، انا مش جاي احل لك مشاكل البيئه، انا جاي احل لك مشاكل الموارد، ودي نقطه. لما يجي يكلمك على الفحم فكك من قلبك اللي بيوجعك على البيئه، انا كلمتك في الباب السابع على ايه؟ على استنزاف الموارد وليس على تضرر البيئه. حلو؟ فلما اكلمك بدائل للوقود قول لي الفحم وانت ضميرك مرتاح. طيب البيوجاز، والبيوجاز خلي بالك ده غاز احنا اللي مصنعينه من النفايات العضويه، ده غير الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي طبيعي متكون في الارض، وقود حفري قشطه طبيعي، البيوجاز لا. طيب المفاعلات النوويه بديل، طب بنستخدمها؟ لا، خطر وبتفرقع وكده وتكلفتها عاليه. الرياح والطاقه الشمسيه موارد متجدده، وقلنا ان دي اكبر حاجه تنفع في مصر. اشمعنى؟ لانهم متاحين طول السنه. السيارات الكهربائيه، ماشي قشطه. طيب لما جيت في نقطه الاشجار وقلت لك انا بقطع شجر كتير عشان الصناعه، رحت ساعتها قلت لك طب ما تستخدم المخلفات الزراعيه والصناعيه كبدائل للاخشاب، قلت لك زي الاخشاب والاشجار، قلت لك شبه الام دي اف والاتش دي اف اللي هو الخشب المضغوط ده، فاهم؟ ساعتها انت مش كل ما تيجي تعمل اوضه نوم تروح تقطع لك شجرتين، ما انت ممكن تعملهم ام دي اف اتش دي اف اللي انت بتستخرجهم من المخلفات الزراعيه والصناعيه. طيب تجريف التربه، هو انت بتجرف ليه؟ عايز اعمل طوب، ما تعمله من الطفله، من الاسمنت، من الرمل، مش لازم تعمل طوب من الطمي يعني وتشيل الطبقه السطحيه من التربه. طيب الميه في الري او في الجزء بتاع الميه عامه، انا بستخدم الري بالغمر فبستنزف معدلات ميه كتيره. طب ايه الحل؟ استخدم الري بالرش، الري بالتنقيط، ده اولا. ثانيا ابتدي شوف حلول شبه الميه الجوفيه، ابتدي شوف حلول شبه تحليه مياه البحر واستخدمهم في غرض الري. طيب البروتين الحيواني قلت لك سواء صيد او رعي، انا بعمل رعي جائر ليه؟ عشان الحيوانات تنمو واكلها. انا بعمل صيد جائر ليه؟ عشان الحيوانات تاكلها من غير ما تنمو حتى. طب انت ايه مشكلتك؟ انا عايز بروتين. طب ايه رايك نعمل مزارع اسماك وقشريات وتبقى ده البديل؟ طيب الاسمده الكيميائيه
بتبوظ التربه وبتزود معدل الانجراف. طب ايه الحل؟ ما تستخدم يا عم اسمده عضويه غاليه، استخدم المخلفات العضويه والمخلفات الزراعيه واي حاجه فيها شكل عضوي وصنع معناها اسمده عضويه واستخدم. بس المخلفات العضويه والزراعيه في الباب كله ليها كذا اهميه. جه قال لك اعمل منها اسمده عضويه زي ما كنا لسه بنقول، جه قال لك اعمل منها علف واكله للحيوانات في حته الرعي الجائر، جه قال لك استخدمها بدل الاشجار في القطع الجائر، جه قال لك استخدمها كمصدر للبيوجاز في الوقود الحفري. ارجو ان السلايد دي تاخد منك اهتمام شويه، لان هي مجمعه لك سلايد واحده حوالي 60 70% من اهميه الباب، فلو سمحت ركز فيها. نشوف الاسئله. تجريبي السنه دي بيقول لك في المخطط الموضح الاكس دي، فين الاكس؟ اهي، بتدل على صناعه المواسير من البلاستيك. اذا اللاين ده صناعه المواسير من البلاستيك، ولو خدت بالك هتلاقي ان صناعه المواسير من البلاستيك بتزيد مع مرور الزمن. ده معناه ان انا كنت في المقابل بقلل استخدام المعادن. معنى كده ان الجراف ده حلو. ليه؟ بيحد من استنزاف المعادن وبيخليني استخدم لدائن اكتر. فالجراف ده جميل، نتأكد. والواي فعلا طلعت تدل على صناعة المواسير من المعادن. ما هي النتيجة اللي هيحققها المعادلة دي او العلاقة دي؟ هيحقق حاجة حلوة، لان انا بقلل المعادن وبزود استخدام اللدائن، فده معناه ان انا برشد استهلاك المعادن. لا ليا دعوة بانتاج المواسير بيقل ولا ليا دعوة بانتاج المواسير بيزيد، ماليش دعوة، ما تخرجش بره الفكرة الرئيسية بتاعت الباب. طيب، قلة استيراد المواسير المعادنية، يعني واخد بالك هو بيستخف بينا قد ايه؟ والله عيب الكلام ده. التجريبي السنه دي برضه، ايا مما ياتي يعتبر مورد بديل، وخلي بالك من دي، وامن للبترول او للوقود الحفري. فمورد بديل كان ممكن احط اوبشن الوقود النووي، بس امن دي راحت مطيراه، لان هو قايل لي ان هو مش امن. خلاص؟ طيب، البتروكيماويات هي بديل للمعادن مش للوقود الحفري. صناعه الفحم من الاشجار، يعني انت عشان تعمل فحم هتدمر الاشجار، يا ريتك ما فكرت. المخلفات الحيوانيه والزراعيه، عشان هعمل منها البيوجاز. طب اهو يورانيوم وقود نووي، يا عم ما احنا قلنا بقى وامن. ده مش امن، مفاعل يفرقع خلاص. يبقى انت هنا الاجابه سي. دور اول السنه اللي فاتت، وبص السؤال ده عامل لك برضه سيناريو وحوار وهو يخلص من ما فيش. يعني تقوم الدولة بالتوسع العمراني وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وبقى وربطها ببقية المدن وبتعمل كباري وأنفاق وحوارات جامدة جدا. ما هي أنسب الحلول لتنفيذ الحوارات دي دون إهدار الموارد البيئية؟ سؤال مفتوح، يبقى نحدد من الإجابات. طيب، رفع أسعار الحديد، رفع أسعار خامات البناء، سحلك، خدك في حتة غير التوبيك بتاعنا. أنا لا ليا دعوة ترفع ولا تقلل، انا مش محلل اقتصادي، انا جاي هنا بكلمك على الموارد، ان انا عايز اقلل من استنزافها. طيب، استخدام كباري سابقة التجهيز ولا استخدام خامات بناء غير تقليدية؟ هو القلق فعلا كان ما بين الاجابتين دول. بعض الناس يقول لك ايوه انا لو جهزت الكوبري ورحت ركبته على طول، حضرتك كده هتوفر وقت. انا مش مهمنيش الوقت، انا يهمني الموارد. يعني انا مثلا مش عايز استنزف الحديد، رحت قايم على جنب عامل الكوبري ومركبه من كله حديد، ورحت جاي واخده نقله وحطه في مكانه. هو انت بتشتغلني؟ يعني انت لما خبيته الحديد ما خدش باله؟ طب ما انت كده استنزفت الحديد برضه. الفكره كلها ان انت تبنيه في مكانه، تبنيه هناك، تبنيه من خامات بناء غير تقليديه، الله اعلم ايه هي، بس توفر لي في الموارد البيئيه، تقلل من استنزافها. فهو ده اللي انا بدور عليه في الاساس. طيب، يفضل صناعة المواسير بتاعة المية منين؟ من اللدائن، واللدائن دي بتيجي منين؟ من البتروكيماويات. شكرا. الفكرة 15، الوقود الحفري كوقود بقى حفري بترول وغاز وفحم وكده. طيب، مقارنة مع المصادر الأخرى اللي احنا قلناهم، وما تنساش البيوجاز مش معنى ان هو جاز يبقى تعتبره غاز طبيعي. البيوجاز مش من الوقود الحفري، هو وقود بس انا اللي عامله. ما الذي يميز ما الذي، وده كان الدور اللي في السنه اللي فاتت، ما الذي يميز الغاز الطبيعي عن البيوجاز؟ ما الذي يميز الاهلي عن الزمالك؟ يبقى انا بسالك على الغاز الطبيعي مش بسالك عن البيوجاز.
تمام. طيب الاستعمال في آلات الحرق الداخلي او الاحتراق الداخلي هو بيستخدم فيها، بس ما عادي، ما هو ده وقود برضه، ما انا ممكن استخدمه. يتكون من مخلفات الاحياء البحريه؟ لا، هو بيتكون حضرتك من الاحياء البحريه ذات نفسها اللي ماتت واتدفنت مع مرور الزمن. طيب يبقى دي اوت ودي اوت. متوفر بكميات كبيره ولا يتاثر؟ لا شكرا. يتكون طبيعيا في بطن الارض؟ اي نعم. الغاز الطبيعي يا جماعه طبيعي، البيوجاز مصنع، احنا اللي مصنعينه، في فرق كبير ما بينهم.